لحمة الديك الرومي بصوص المشروم الكريمي. الوصفة عبارة عن زيت زيتون، مشروم شرايح أو حلقات، بصل مفروم، زبدة، دقيق، مرقة. المرقة دي ممكن تكون مرقة خضار، لحمة، فراخ، ممكن تكون مية سخنة، ممكن تكون لبن أو كريمة، وعندنا ملح وفلفل، وعندنا كمان يا حبايبي بقدونس مفروم. تمام؟ اوكي، ممكن نضيف لهم شوية كريمة، شوية ساور كريم، ممكن زبادي، ممكن لبنة، ممكن جبنة كريمي، ممكن جبنة كوبايات، برضو هتديله كده نكهة لطيفة جدا. أول حاجة هبدأ بيها إني هحط الزبدة على النار. بسم الله. هحط مع الزبدة البصل، الملح، الفلفل الاسود. هقلب الاول تقليبه وبعدين ابتدي اخد المشروم عشان اعمل له سوتيه هنا. طيب انا عندي هنا بواقي، ممكن تكون بواقي لحمه، بواقي فراخ، بواقي سمك، جمبري، كله هيمشي في الوصفه دي. وممكن تشيلوا اللحوم من الوصفه خالص لو انتوا عايزين تمشوها نباتي، وساعتها هتستخدموا شوربه الخضار، هتشيلوا طبعا الديك الرومي، وهتستخدموا زبدة نباتي او زيت جوز هند. ايه اللي احنا محتاجينه بقى هنا من البصل؟ محتاجة من البصل كرملة خفيفة جدا، ويبقى طري، مكرمل طري، مش مكرمل ناشف او متحمر. محتاجة منه لون ذهبي غامق لطيف. الاول قبل ما انزل المشروم عايزه اوصل للنتيجه دي الاول. طبعا البهارات انا حطيت ملح وفلفل بس، ممكن تحطوا زعتر، ممكن تحطوا روزماري، يمشي مع الوصفه دي جدا، حبهان، مستكة، لورا، اللي انتوا عايزينه. احنا كده اخدنا اللون اللي احنا عايزينه. اقوم منزله المشروم. النار بتاعتي عاليه ومش مغطيه علشان اخد سوتيه للحاجه، مش اعمل لها سلق. فنار عالية، تقليب مستمر، وحاجة واسعة وتكون مفتوحة مش متغطية. هقلب برضو المشروم لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده، ويتحمر حلو كده، ويبقى مش طري انه زي المسلوق، ولكن كمان مش اكنه فريش، يا دوبك كده يتشوح تشويحه حلو. مع بقيه التشويحه هحط شويه البقدونس المفرومين، وبعدين اول ما اشم ريحه البقدونس اقوم منزله معلقه كبيره من الدقيق. الدقيق ده ممكن يبقى نشا اذا حبيته، لو نشا هتقلبوه مع السائل على البارد وتنزلوه، لو دقيق هتحطوه الاول وتقلبوه كويس جدا لحد ما يختفي تماما وما يبقاش عندي اي بودره بيضه، وعشان كمان يكون استوى وعشان ما يكلكعش. اقوم بقى دلوقتي منزله الشوربه او الميه او اللبن او الكريمه او كريمه جوز الهند، واقلب الاول تقليبه، يبتدي الدقيق يمسك لي السائل اللي عندي، وانا بعمل كده بقلب، بشيل الطبقه اللي اتعملت من التحمير، بعمل لها دي جليزنج او بفكها، ويبتدي السائل زي ما انتم شايفين كده يتقل من سائل لحاجه كريمي من غير استخدام لا كريمه ولا لبن. طبعا زي ما قلت لكم عايزين انتوا تضيفوا مفيش مشكله. وبعدين ننزل الديك الرومي او الفراخ او اللحمه او ايا كان لو هتحطه، عشان تبقى كده ايه منها فيها مع بعض، وتكون كمان استخدمنا الايه البواقي اللي عندنا في. قلبنا بقى كويس قوي الديك الرومي مع المشروم، وزي ما انتوا شايفين كده ليه اسمه كريمي، لان هو قوامه كريمي جدا
مع انه ما فيهوش لا كريمه ولا اي حاجه. طبعا هنا خلاص كله مستوي، فانا يا دوبك هاخد بس تقلبتين ليهم مع بعض علشان يخشوا في بعض كده ويمتزجوا مع بعض والطعم يبقى حلو.